أماكن موجودة في تونس لو جيت يمكن تستحقها. لا كانت لا على البال لا على الخط. لكن هي أيام في تونس ما يفسدوش. المشاريب من الغذائية وعصبان في الزاوية. مبروك عليكم الطريق الجديدة اللي قبل مليلة. لنشركت فيها القمة وفداكم القمة. لين دار فينا جميل البال وهذا. ولعب يعني. ولأول قميصتي في زوارك لقيت قدام العصبان لقيت روحي فرشة. الحمد لله مشت الامور وبرا قاعدين مصممين نكملوا اللي حضرنا فيها اجواء المطره هذه في الطريق وبدون كلل ولا الملل وقاصدين تونس باذن الله. مشاريب طاقه في السياره وهم 7 ساعات كنا في العاصمه. اليوم الاول فات فراح ولكن بامانه بديت نقطنع بالعجينه للتوانسه. بقيت تعال نقول لك اماكن تستحقهم في تونس. عندك مقهى سراي قهوه الليبيين والكريمه القصيره وخذها مني انا جيد جدا بقهوتنا اللي في ليبيا لما قدام تونس ممتاز. ولو بتكمل مسافه بسيطه جدا بيجيك المحل هذا على يمين خاص بالبريوش الكرواسون بمفهوم غالي ان هذا مكان بسيط ورخيص لكن بتتمتع به في البريوشة الجافة. وركز معاي البريوشة اللي تتقرمش والهشة والخفيفة بتتبنى البريوشة اللي مخلطة بزبيب والمكسرات. شهادة لله خيرتك فيه المكان. وبمنا جاء وقت الخدي في المكان هذا اسمه مطعم الوليم والمينيو متاعها واضح 4 وجبات لكن للأسف طلع مسكر ومداير ورقة بينا شهر 8 ولكن احفظ المكان وخيرتك فيه. عندنا بديل مطعم اسمه دار فاطمة. هذه هي اجواء المطعم شويه على الاجواء التراثيه والمكان خفيف ظريف يحب القلب مقبلات شربه الجيشه وهريسه حكه اللي بشويه الامور البسيطه هذه تحسسك بتونس فمعروف على التوانسه مقبلاتهم هذه. وانا بامانه والله تفائلت بالمطعم من اول ما ذقت البوري ربي يبارك تقرميشه. اما لا عندهم الكمونيه اللي فيها لحمه هشه يعني طيبه يعني حتى قلبي قريب طاب. الله على الابداع في مذاقها. وعندهم لحمه الدجاج هذه حيه على الابداع وحيه على الاجواء اللي صدقني فيها. ثلاثه اقوى حاجات. اما لو جيت للكسكسي اسوء كسكسي في حياتي ناكل. وين يا حاج هذا جاي كل شيء الا كسكسي. العصبان جاي كل شيء الا عصبان. وين النعناع عصبان بالنعناع تلا هذا شيء اللي تديروا فيه. لكن بامانه المكان جميل ويستحق الزياره فحتى اسعاره جميله جدا لشخصين. نعمه كريمه تغدينا فيها نومه وفيها حتى قهوه عشيه وصلي المغرب وقول يا وحاليا ماشيين للمول. المول هذا اسمه ازو اللي حقيقه المول هذا مقصد عائلي جميل جدا. فوضع المول كما تراه العين وفي المول هذا نفسه في سينما ولو بتتفرج على فيلم تبي سبول ولو اخذت اسبوع تلقى باش تتسلل داخل. تعالى والله يا سيد هسبولك مل والفيلم مكمل. واللي حقيقة لو جيت للمول هذا وخشيت للسينما هذه انا نقول لك حيكون خيار جميل جدا ليك. فيعني بعد حتى لو ختمتها بدورة في اجواء سيدي بوسعيد وعطلي تشد عندك المكان هذا يعطله حتى للثلاثة والاربعة في الليل تلقى مطعم باجيت ومعروف في العاصمة. فمثلا عندك الفرع هذا عنده درايف ترو درس واطلب من سيارتك الثلاثة الاربعة في الليل ولو ما تبيش سيارة عنده تقعميزها لداخل. فانا ننصحك بحاجتين. حاجة اسمها زينجر اكس ال الناكتس الدجاج واللي ما ننصحكش بها البقى. ولكن ننصحك بناكتس الحم اللي داخلها محشية بجبنة اللي صدقني لو قلت لك ان الكرة هذه تبعت في سعادة ولدادها في المذاق وشي جميل ومميز جدا. السندوتش هذا ما ننصحكش بيه بكل. اما الزينجر يخدموا فيه فرادي بالخبزة العادية متاع السوق ويديروا معاه فصلات ومايونيز ويخدموا بهريسة الحكة فت مزميز بكرات الجبنة واللحمة مع سندوتش الزينجر. صدقني يا باشا من الاماكن اللي بتتمتع فيها وانت تاكل. ونعمة كريم اللهم لك الحمد غدوة. أما أنا نقول لكم هذه هي الوجهة القادمة والواجهة لقليبيا يا حبيبي.